قامت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والمكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة بافتتاح عدد من المشروعات التنموية لخدمة أهالي عدد من قرى محافظة أسوان. وتضمنت المشروعات التنموية تسليم عدد 24 صيادا من صغار الصيادين من أهالي قرية الرغامة، مركز كومومبو، مراكب صيد حديثة وأجهزة صيد بتكلفة إجمالية تقارب 750,000 جنيه. كما تم افتتاح مسجدين بقرية بلانة مركز نصر النوبة، أحداهما أنشأته مؤسسة صناع الخير على مساحة 140 مترا ويسع 400 مصلي، والآخر تم رفع كفاءته. كما تم افتتاح محطة تنقية مياه الشرب لأهالي قرية بلانة، وفي نهاية الاحتفال تم تسليم عقود مراكب الصيد. النهارده بنسلم 24 مركب بكل ادوات الصيد لاهالينا في مركز نصر النوبه ومركز كومومبو، وان شاء الله بنفتتح تشغيل تجريبي مركز سدامه في غرب اسوان بقيمه تقدر بجميع المشروعات النهارده ب 20.6 مليون، مقدمه مؤسسه صناع خير بالشراكه مع شركائنا من دوله الكويت الشقيقه، وايضا بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. احنا النهارده التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ومن خلال مؤسسات صناع الخير بنسعد بافتتاح عدد من المشروعات التنموية داخل قرى ولصالح أهالي عدد من قرى محافظة أسوان. النهاردة في سلسلة من المشروعات التنموية تم افتتاحها مسجدين، مسجد تم إنشاؤه من الأصل وسمي بمسجد الكويت، ومسجد تم إعادة كفاءته وسمي مسجد التقوى، كمان دار لتحفيظ القرآن الكريم. برعاية مباشرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتضافر جهود المجتمع المدني في دعم المواطنين والأهالي والقرى المصرية. الحقيقة النهاردة صناع الخير ومكتب المشروعات الكويتي، مكتب الكويتي للمشروعات في القاهرة، عملوا تدخل جميل جدا لأهالي قرية بلانة من خلال تطوير مسجد على أفضل ما يكون، والإضافة لتطوير بناء مسجد جديد من الأرض، وده كان يشمل برضو عدة خدمات مرافقة زي مكتب تحفيظ قرآن وخلافه، وده طبعا حاجات كانت محتاجاها القرية وإضافة كويسة قوي قدرها المواطنين بشكل كبير. طبعا حاليا احنا متواجدين في أسوان، محافظة أسوان، لتوزيع المراكب الصيد. طبعا النوعية هذه من المشاريع التنموية هي اللي تنقل العنصر، بدأ يكون عنصر محتاج إلى عنصر فعال في البلد، ويكفي يعني حاجته وقد يكون يوظف ناس عنده، يعني بدأ يكون هو يأخذ تلقى المساعدات، لا هو اللي يساعد. فالحمد لله احنا في هذه المشاريع النوعية هذه يعني مستمرين إن شاء الله.